شفت النتائج يعني الموعد الأخير تقريبا؟ احنا نأمل أنه هذا الأسبوع ننتهي من التصحيح إن شاء الله. طيب يعني وبمجرد نهايتها بداية الشهر السابع مثلا؟ يعني أنا ما أقدر أحدد وقت لأنه هذا رهين طبعا بمراكز الفحص والتدقيق، هي من تحدد يعني بعد ما ينتهون. نعم. ينطون إشعار للوزارة بأن هذا الموعد الخاص بإعلان الوزارة، وبالتالي نعلن بشكل رسمي عن إعلانها، لكن النتائج مطمئنة. جي. حسب ما شاهدنا النتائج كانت جيدة ومطمئنة إن شاء الله. السادس هم كان حاضر إن شاء الله تكون السادس كذلك. إحنا بالمناسبة يعني طلبة السادس حتى هذه اللحظة اللي نشاهده يعني بصراحة أنه ما في إشكالات كبيرة على الأسئلة. قد تكون هناك بعض الجزئيات أو بعض التلحيظات اللي مثلا هسه قبل قليل شوفوا حتى الاتصالات بشكل عام تتحدث مثلا عن مركز امتحاني فيه مشكلة. نعم. تتحدث عن بعض الجوانب اللي هي استراتيجية كبيرة، يعني مو جانب خاص بمادة معينة. ولهذا احنا قلت لك يعني نسبة الإشكالات يعني مو كلش كبيرة بهذا العام. إن شاء الله خفيفة دائما.